شبح الجوع يخيم على الكثير من بقاع العالم، وأرقام غير مسبوقة تدق ناقوس الخطر من حدوث مجاعات في الكثير من الدول. منتدى دافوس للاقتصاد العالمي لم يمر دون التحذير من أزمة غذاء أسوأ قادمة. رئيس المنتدى بورغا براندا نفسه حذر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط من تفاقم أزمة الغذاء في العالم، معبرا في الوقت نفسه عن قلقه من ارتفاع مستويات الفقر. لغة الأرقام تكشف بالملموس ارتفاع مستوى الجوع في العالم إلى حد مقلق، فبرنامج الغذاء العالمي أكد أن عام 2022 كان عاماً غير مسبوق من الجوع، حيث أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ارتفع من 135 مليوناً إلى 345 مليوناً منذ عام 2019، أي في ظرف 3 سنوات فقط. كما نبه برنامج الغذاء العالمي إلى أن هناك نحو 50 مليون شخص على شفا المجاعة في سنة 2023. من جهتها حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الغذاء على مستوى العالم، مؤكدة أن نحو 30 مليون طفل حول العالم يواجهون شبح المجاعة. عالمنا يواجه عاصفة من التحديات، بداية بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن التوقعات غير مبشرة. كما تواجه أجزاء كثيرة من العالم ركودا اقتصاديا، ويواجه العالم بأسره تباطؤا في النمو وتفاقما في عدم المساواة، فضلا عن أزمة في تكاليف المعيشة، وهي الأزمة التي تتفاقم بسرعة. السؤال المطروح الآن: ما أسباب زيادة أزمة الغذاء حول العالم خلال الفترة الماضية؟ برنامج الغذاء العالمي أكد أن اضطراب سلاسل التوريد منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا ما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف الغذاء في 2022. ونقلاً عن برنامج الغذاء العالمي، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 20% على أساس سنوي، كما أن التغيرات المناخية وما رافقها من ارتفاع في درجات الحرارة ومن فيضانات وجفاف أدت إلى تراجع المحاصيل في العديد من البلدان. واشتداد أزمة الغذاء لم يكن في منأى عن ارتفاع معدلات الفقر حول العالم، حيث من المتوقع أن يعاني نحو 7% من سكان العالم من الفقر المدقع إلى حدود عام 2030، وذلك نقلا عن تقرير للبنك الدولي. هذا وبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع مع نهاية السنة الماضية نحو 685 مليون شخص، ما يجعل عام 2022 ثاني أسوأ عام على مستوى جهود الحد من الفقر في العقدين الماضيين بعد عام 2020.